هذه صور صادمة. هل تتخيل أن الشرايين التي تمد أعضاءك بالأكسجين تعاني من هذا التلف ومن تراكم هذه اللويحات التي تسبب الجلطة القلبية المفاجئة والسكتة الدماغية التي نودع فيها كثيرا ممن نحب؟ احمي نفسك ولتتشافى بوعي ولتكن أمينا في المحافظة على صحتك. ما الذي يحدث في جسمك بالضبط؟ يجب أن تدرك أولا أن أسلوب الحياة غير الصحي يمهد الطريق لتصلب الشرايين الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية. دعونا نتوقف عندما تحدث به كبير أطباء جراحة الأوعية الدموية البروفيسور الألماني إرنست فاينغ الذي قال إن أسلوب الحياة غير الصحي يتمثل في الأمور التالية. يمكن أن يكون هذا اختبار لنفسك، ويمكنك أن تعرف هل تعاني من انسداد ما في الشرايين؟ أولاً، الإفراط في تناول الأطعمة، خاصة الأطعمة الجاهزة والغنية بالدهون. نتحدث هنا عن الأطعمة والمأكولات الجاهزة التي تضاف إليها كميات رهيبة من السكر الأبيض والدقيق الأبيض والمواد الحافظة والأصباغ والملونات الكيميائية التي تعمل حرفيا على تدمير مناعتك وصحتك، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة وعلى رأسها استخدام الزيوت المهدرجة يعتبر عاملا أساسيا من العوامل التي تؤدي إلى انسداد الشرايين وإلى تلفها. ويمكن أن تعاني الشرايين من هذه الانسدادات التي تؤدي إلى تدمير الصحة حرفيا. ثانيا، هل أنت قليل الحركة؟ إذن أنت معرض لانسداد الشرايين. للأسف الشديد، نحن في زمن نعاني فيه من قلة الحركة والخمول والكسل والركود ولا نمارس الرياضة بوعي، وهذا السبب يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انسداد الشرايين. ثالثا، ارتفاع ضغط الدم. وللأسف الشديد، قد تعاني من ارتفاع ضغط الدم بسبب زيادة الوزن أو السمنة وانعدام النشاط البدني إلى جانب التدخين وتغذية كثيرة من الملح. فوجود كمية كبيرة من ملح الطعام في النظام الغذائي قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، الأمر الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم. كما أن التغذية قليلة البوتاسيوم لها دور في ارتفاع ضغط الدم، إذ يساعد البوتاسيوم على موازنة مستوى الصوديوم في الخلايا. عندما لا يتم استهلاك أو تخزين كمية كافية من البوتاسيوم، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم كمية كبيرة جدا من الصوديوم في الدم. ولهذا ينصح بتناول الأوراق الخضراء والعصير الأخضر ضمن النظام الغذائي بشكل متواصل كنمط حياة. ارتفاع سكر الدم. والسبب الرئيسي لارتفاع سكر الدم هو تناول الطعام باستمرار وعملية المضغ على مدار الساعة. وللأسف الشديد، تنتشر هذه الظاهرة في مجتمعاتنا العربية بشكل لا يصدق، إذ ترهق عملية المضغ المستمر البنكرياس، ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستمر في سكر الدم، إضافة إلى إعراضنا عن تناول بعض المشروبات الصحية التي تعمل على ضبط مستوى سكر الدم مثل القرفة. فمن منا يمكن أن يستبدل تلك المشروبات السامة وعلى رأسها المشروبات الغازية والمشروبات الصناعية المحلى بكميات هائلة من السكر والمضاف إليها كميات رهيبة من المواد الحافظة والملونات والأصباغ بكوب من القرفة مثلاً؟ كما تندرج البدانة ضمن عوامل الخطورة المؤدية إلى تصلب الشرايين. وننصح هنا الأشخاص الذين يعانون من البدانة بضرورة إنقاص الوزن، ويجب اتباع نظام غذائي متوازن يقوم على الإكثار من الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة.
مع الإشارة إلى بعض العادات التغذوية، كما يؤكد استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة أن تناول الفواكه يجب أن يكون قبل الوجبة الغذائية بساعتين على الأقل. ومن الخطأ الشائع هو تناول الفواكه بعد تناول وجبة الغداء مثلا، إذ أن هذا يعمل على التخمرات ويعمل على ارتفاع مستوى سكر الدم بشكل لا يصدق. تصلب الشرايين مرض تفقد فيه الشرايين مرونتها وتصبح أكثر سماكة وتضيق وتتصلب. وعندما يتجمع الكوليسترول والدهون على شكل لويحات على جدران الشرايين، فإن هذا يؤدي إلى انسداده، الأمر الذي يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى ضيق الشريان وفقدان مرونته. من أهم المواد الطبيعية التي ينبغي الحرص على تناولها ضمن النظام الغذائي باستمرار الجوز، إذ أنه غني بالمغنيسيوم وهو يقلل من تراكم الترسبات في الشرايين، كما أن الجوز مليء بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وهو عامل آخر في مكافحة تراكم الكوليسترول السيء. البروكلي، إذ يعمل البروكلي على إزالة السموم الطبيعية من مجرى الدم في الجسم، ولأنه يحتوي على الألياف الصحية فإن البروكلي يساعد جسمك على خفض ضغط الدم والتقليل من خطر تمزق الشرايين. أضف زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي، إذ يعد زيت الزيتون علاجا فعالا للمشكلات الناجمة عن الكوليسترول السيء، فهو غني بمضادات الأكسدة والأحماض غير المشبعة ويوفر نظاما صحيا للدورة الدموية. أضف كوبا من الشاي الأخضر إلى نظامك الغذائي بشكل مستمر، فهذا يعمل على تنظيف الشرايين أولا بأول. إذن فلتأكل بوعي، ولتمارس التمارين الرياضية بوعي، ولتحرص على ساعات نوم وراحة كافية بوعي. هذه هي منظومة الصحة، ويجب عليك أن تدرك القاعدة التالية: الصحة كل لا يتجزأ، وهي نظام حياة يجب أن تسير عليه سنين عمرك. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. نحن معرفة وأكثر، هدفنا دستور غذائي كامل، نستحضر أكبر قيمة ننتمي إليها، نفع البشرية في كل مكان، يستطيع كل إنسان أن يستفيد أكبر فائدة إذا وعى ما نذكره من معلومات أسهم في كشفها والوصول إليها آلاف العلماء والأطباء منذ فجر التاريخ. الطبيعة هي الأم الأولى للبشر، وهي ملاذهم الأخير، وشعارنا اعدل عن الدواء إلى الغذاء. كيف يمكننا درء غائلة الأمراض قبل وقوعها؟ أم كيف يمكننا التخلص من براثن الأمراض بعد التردي في جحيمها؟ إذا نحن لم نتبع القواعد الصحيحة السديدة، وإذا نحن لم نطبق النظم الغذائية الرشيدة. لهذا نحن بينكم، نحن معرفة وأكثر. درهم وقاية خير من قنطار علاج، تلك هي الحكمة القديمة، وتلك هي الرسالة الصحيحة التي يجب أن يضلع الطب بأعبائها، تجنباً لانحطاط قوى الجسم وانهيارها، وتفادياً لتعرض الجسم لشتى أنواع العلل والأمراض. فالوقاية إذن يجب أن تكون أساس الطب ونقطة ارتكازه. نحن معرفة وأكثر.